نزوال إن عناصر من الشرطة أوقفت ثلاثة من الناشطين في الحراك على هامش احتجاج عند ملتقى طرق مدريد وسط العاصمة نواكشوط، وكان الحراك قد احتج مطالبا بتخفيض أسعار المحروقات في موريتانيا ومنددا بالتصريحات الأخيرة لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية التي انتقد فيها الحراك. باغين يوم وصل رسالة رئيس الحزب الحاكم الأستاذ سيدي محمد المحام، هذه الرسالة هي كالتالي: لا يقولوا له عن غالبية من الشباب الموريتاني عنها ما هي شباب منبطح ولا هي شباب ارتساقي. بالتالي هذه الدعوة هي إساءة لكل شاب حر ناضج. اسمع، ونختار مولي نوصل رسالة ثانية عن الشباب ما هو للبيع، وعن الشباب نضج وعاد واعي، وعن النوع من الدعوات عنها ما يلت تصدر من شخصية اعتبارية كيف سيدي محمد رئيس الحزب الحاكم والسيد محمد المحام. ونختار ونقولوا له هنا تيا عن اخير رد عليه، عن يعني انا هذا مقطوع عاله، غير مقطوع عاله، عندي كبرياء ومقطوع عاله، ماني منبطح، المنبطحين يعرفهم. وعن سياسه الارتزاق عنها ما هي اللي تميز الشاب الموريتاني والشباب الموريتاني؟ اللي يميز الشباب الموريتاني هو النضال وساحات النضال، وعن موريتاني دور تقدم بشبابها، الما هو منبطح الما هو مرتزق.